وبشأن الأحاديث المتداولة حول إسقاط حكومة عبد المهدي، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في بغداد. وأيضا مشاهدينا معنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور فالح الخطاب، أهلا بكم ضيفي الكريمين أو ضيفنا الكريمين. دكتور قحطان، أبدأ معكم. هناك أحاديث يعني تتوارد عن إسقاط حكومة عبد المهدي من قبل بعض الشركاء في العملية السياسية، وذلك لضعف أداء حكومة عبد المهدي، لكن هل كانت هذه الحكومة هي فقط الضعيفة بين حكومات الاحتلال منذ عام 2003 حتى يومنا هذا؟ حياك الله خير عزيز، حيا القناة الكريمة. تفضل دكتور. عرض الضبط. لا ايه الان احسن الصوت حبيبي. نعم تفضل. اظن سالتني عن حكومه عبد المهدي واحتمالات سحب الثقه منها والمساعي الجاري بهذا الاتجاه. اظن هذا كذا كان السؤال. هناك أحاديث تتوارد عن أن حكومة عبد المهدي لابد من إسقاطها وذلك لضعف أدائها. السؤال هو، هل كانت هذه الحكومة فقط هي ضعيفة منذ الاحتلال عام 2003 وحتى اليوم؟ نعم واضح صار الإسقاط ليس بالضرورة لسبب الذي ذكر وهو ضعيفة. الحكومات المتتالية كانت ضعيفة وكانت عميلة وكانت مرتبطة بأجندات خارجية، وكان هذا الحال لعبد المهدي كذلك ومرتبط بأجندات خارجية. ولكن احتدام الصراع بين الإدارة الأمريكية وإدارة طهران دفع بالاحتدام بين القوة السياسية الفاعلة في العراق، ولأن الحكومة العراقية إلى حد كبير ذهبت إلى مغازلة إيران نسبيا سيما الذي حصل في مؤتمرات مكة، دفع بزيادة الحراك المعارض إلى عبد المهدي. نعم. وبالمقابل تأكيد سياسة أخرى المؤيدة ستذهب باتجاه معارض. إذن هو استحقاقات لتوافقات أو عدم توافقات مع التصعيد الأمريكي الإيراني، وبالتالي الحجة المساقة للضعف هي حجة واهية، ولكن طبيعة الارتباطات وطبيعة المواقف هي التي تدفع بهذا الاتجاه. وتوقع أن حكومة عبد المهدي عمرها قصير جدا. نعم دكتور فالح، أنتقل بسؤال إليك، يعني هل فعلا سبب الرامي لإسقاط حكومة عبد المهدي هي فشل حكومة عبد المهدي، أم أن هناك أهداف وغايات أخرى للموجودين في العملية السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حكومة عبد المهدي في هذا الوقت بالذات هي حكومة تمثل قمة الفشل الذي يمكن أن يتصور أي مراقب للوضع الموجود في العراق. حكومة عادل عبد المهدي ليست فقط ضعيفة، إنما هي حكومة يمكن أن نقول أنها تلبي مطالب جميع الأطراف. هناك مشروع إيراني يتمدد وينتشر في العراق بشكل كبير جدا، وهذا المشروع يتم على مسمع وبصر عادل عبد المهدي وغيره. عادل عبد المهدي حقيقة ضعيف، لأنه هو عندما جاء ليمثل شراكة لكل الأطراف سواء الأمريكان أو الإيرانيين أو الكرد، أو وبالتالي الوضع الداخلي أصبح من التعقيد شديد التعقيد، وكل الأطراف التي تطالب الآن عادل عبد المهدي بعمل شيء معين إنما تطالبه في الحقيقة بحصص إضافية وبحصص غير الحصص المتفق عليها، وبالتالي هناك يعني توازنات هشة جدا. والوضع في العراق كما نعلم خطير جدا، لأن هناك تجاذب أمريكي إيراني، ليس بالضرورة طبعا حرب وليس، ولكن تجاذب إيراني أمريكي، وبالتالي هناك إمكانية لتحريك يعني أي خرق للتوازن الهش هذا ممكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة جدا. طيب دكتور خفاجي، من ضمن حجج الساعين لإسقاط حكومة عبد المهدي يقولون بأنه فشل حتى الآن في حسم عدة وزارات من ضمنها وأهمها الداخلية والدفاع. السؤال هنا، ما الذي أعاق عادل عبد المهدي من حسم هاتين الوزارتين؟ لأن الوزارتين هو محل خلاف أمريكي إيراني أكثر من خلاف عراقي عراقي أو القوى السياسية. واحد. اثنين، أنا في رأيي متواضع أن الجانب الأمريكي على حد التحديد أعطى موقفه باتجاهين حيال الحكومة عبد المهدي. أولا حالة عدم الاعتراف الحقيقية به كحكومة. اثنين، ما جاء في القرار الأخير للأمم المتحدة و
القرار الثور 2740 هكذا الرقم الأخير، القرار الذي أكد على أن هناك فشل كبير في الإدارة الأمريكية العراقية لإدارة ملفات كثر بما فيها الفساد وبما فيها الميليشيات، وبالتالي هذا كله يسعى باتجاه الرغبة الأممية لتغيير الحكومة، اثنين الرغبة الداخلية لتغيير الحكومة، وبالتالي ذلك قلت لك أن الفشل يأتي من خلال هذه الحقيقة، وهو أن الخلاف الأمريكي الإيراني هو الأساس. يعني الجانب الآخر عبد المهدي شخصيا أضعف مما يتوقع الشخص، سيما أنه له خلفية غير إيجابية، وبالتالي أتوقع الأمور تذهب بهذا الاتجاه لرغبة أمريكية لإسقاط هذا الرجل واحتمال نجيء بإدارة أخرى لها حسابات أخرى. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في بغداد، شكرا جزيلا لكم. إذا دكتور فالح، المتخوفون من إقالة حكومة عادل عبد المهدي أو الذين يقفون مع طرف عادل عبد المهدي اليوم يقولون بأن العراق سيدخل في حالة من الفراغ السياسي في حال إقالة هذه الحكومة، وربما يعني سيدفع العراق نحو مجهول لا يعلم ماذا سيأتي في قبل الأيام. كيف برأيك وضع العراق الآن؟ هل وضع العراق الآن هو معلوم وجميع مفاصل الدولة وجميع ما تقوم به الحكومة هي أمور معلومة للشعب العراقي؟ يعني للأسف الحالة في العراق تكاد تكون حالة يعني مستحيلة التصديق أو التصور. بقاء حكومة عادل عبد المهدي بوضعها الحالي، حكومة عادل عبد المهدي قدمت لإيران في الفترة الأخيرة من التسهيلات ما لا يمكن تصوره أو يعني حتى التفكير فيه. هذا كله يجري في ظل القول أن عادل عبد المهدي يملك علاقات طيبة بالأمريكان، وقد يكون هذا صحيح، لأن الأمريكان الآن باتوا يعني يتعلقون بشعره من أجل المحافظة على العملية السياسية التي يعتقدون أنها لا يمكن أن يعني تتسلم إيران من خلال العراق كاملا. يعني الأمريكان يتوهمون أنه بالإمكان المحافظة على شيء من الكعكة العراقية. بالمقابل إيران تتمدد، يعني هناك مشروع إيراني كامل في العراق. عادل عبد المهدي يوفر الآن كل الإمكانيات لانسياح إيراني كامل في العراق من خلال أشياء كثيرة. يعني لو نتوسع الآن في الحديث، هناك مشاريع، هناك حدود، هناك تسهيلات اقتصادية كثيرة، وبالتالي لكن الأمريكان بالمقابل يعتقدون أنه أي زلزلة في هذه الحكومة أو أي انهيار قد يقود إلى سيطرة الميليشيات أو إلى يعني خلينا نقول الطوفان الكامل. طيب دكتور، على ذكر الميليشيات، الدكتور قحطان الخفاجي يقول بأن عادل عبد المهدي هو الأضعف، أضعف حلقة في هذه التشكيلة، في تشكيلة العملية السياسية. هل أصبح في الميزان أن من يقود رئاسة الوزراء لابد أن يكون له ميليشيات خاصة به؟ لا، هو ليس هكذا. يعني نعلم أنه كان نور المالكي عراب يعني فرق الموت وعراب الميليشيات والحكومات التي جاءت، ولكن عادل عبد المهدي مثال للضعف، لأنه في الحقيقة هو عبارة عن ديكور. المسيطرون في الحقيقة في العراق هم الميليشيات، هناك حكومة خفية الآن يصطلح على تسميتها بالحكومة العميقة. طبعا نحن دولة عميقة لا توجد في العراق، ولكن المقصود فيها كارتل كبير من الميليشيات، من المتنفذين، من الفاسدين، بل حتى يقال أنه الآن هناك طبقة جديدة من الفاسدين. الطبقة القديمة تحاول يعني مقاومتها ومواجهتها، وبالتالي أنت أمام وضع يعني في الحقيقة حكومة عبد المهدي ديكور يخفي تحت كل أنواع القوة التي لا يملك هو من أمرها شيء. كيف تتوقع رد حكومة عادل عبد المهدي أو رد عبد المهدي على عادل عبد المهدي على ما يراد من حكومته؟ أبدا، هو الآن الجميع يشتري الوقت، الجميع يكسب الوقت من أجل المجهول. لا أحد يستطيع الجزم بما سيكون هناك في العراق. هناك إرادات متصارعة، وهناك قوى لها أجندات مختلفة متعارضة، وبالتالي الكل يراهن على الوقت، وعادل عبد المهدي يراهن على الوقت أيضا مثل ما يراهن الآخرين من 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 أرباب العملية السياسية. دكتور، هناك صراع محتدم بين شركاء العملية السياسية في الحصول على الدرجات الخاصة وعلى المناصب العليا كوزارتي الداخلية والدفاع بعد مرور ما أكثر من 7 أشهر على تشكيل حكومة عبد المهدي.
أنا سألت الدكتور قحطان خفاجي، ولكن أعيد سؤال عليك مرة أخرى، ما الذي يمنع من تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي بكل تصنيفاتها؟ لأن الموضوع في الحقيقة تجاوز قضية وزير أو وكيل وزارة. الآن الصراع في العراق تجذر، صراع الفساد تجذر للحصول على كل مفاصل الوزارات، وبالتالي أنت تتحدث عن قوى تريد أن تسيطر على وزارة بأكملها. ليس هناك قضية الوزير لحد ذاته أو كذا، إنما الموضوع موضوع أبعد من ذلك. الآن هناك مساومات على الدرجة الفلانية والمنصب الفلاني والمكان الفلاني الوكيل الفلاني. لماذا؟ لأن كل شيء في العراق الآن خاضع للمساومة وللمحاصصة التي تدر على الجهة الفلانية، يعني أشياء خيالية ونفوذ خيالي. نعم دكتور، إلى أي مدى برأيك يعني من المتوقع أن يجر هذا الوضع وغيره من الأوضاع العراق إلى، مع الصراعات والمساومات التي تشهدها الحكومة العراقية، إلى انهيار في البنية السياسية في العراق؟ هذا سؤال جيد، لأنه الحقيقة البنية السياسية في العراق كما قلت قبل قليل هي ديكور. الحقيقة أن الوضع منهار تماما، يعني الفساد بلغ مداه، الوضع المحاصصة بلغ مداه، الصراع الداخلي المحتدم الآن كبير جدا، والكل يعني يشتري الوقت. الأمريكان الآن يحاولون ترتيب أوضاع معينة، البلان أي وبلان بي وكذا، وبالتالي الإيرانيين نفس الشيء. وهناك كما قلت يعني مدى مفتوح على مصراعيه للمجهول، الذي الكل يكسب الوقت والكل يراكم قواته من أجل اللحظة الفاصلة التي قد لا تكون طويلة أو بعيدة من عندنا. الباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم.